بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى كتاب الصلاة شرع في الحديث عن كتاب الزكاة، والترتيب هذا موافق لما جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذا الترتيب أنسب وأوفق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن بعضا من الفقهاء يقدمون كتاب الصوم على كتاب الزكاة، ورأيهم في ذلك قالوا: لأن الصوم عبادة بدنية والصلاة عبادة بدنية، فناسب أن يكون متواليين، وأما الزكاة فإنها عبادة مالية، ثم يختمون العبادات بالحج، والحج عبادة بدنية ومالية، ولكن غلب فيها الجانب المالي. والزكاة أيها الإخوة فريضة من فرائض الإسلام، وأحد الأركان والمباني الخمس العظام التي عليها الدين، وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في كتابه، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وسميت هذه الشعيرة زكاة لأنها طهرة لصاحبها، فهي طهرة لماله وحفظ له، فإن المال الذي لا يزكى يفقد بركته ويعدم الخير فيه. وقد جاء عند الحميدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال بعض رواة الحديث: ومخالطة الزكاة المال يكون بتأخير الزكاة عن وقتها، فإذا كان المرء إذا أخر الزكاة عن وقتها نزعت بركة المال، فمن باب أولى وأحرى من منع الزكاة ولم يؤدها. كما أن الزكاة طهرة للقلب، فإن المرء إذا بذل زكاة ماله كما أوجب الله عز وجل عليه، فإنه يجد في قلبه أنسا ولذة للطاعة لا يجدها غيره. جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث: ومن أخرج زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. والسبب في كون أداء زكاة المال مؤدٍ إلى حلاوة الإيمان وتحصيل لذة الطاعة أن الزكاة فيها معنى عبادات السر، فإنه لا يعلم مقدار مال المرء إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم هل أديت الزكاة أم لا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا اتقيت الله عز وجل في حساب مالك، واتقيت الله عز وجل في بذل الصدقة، فإن هذا ولا شك من عبادات السر العظام التي يكون لها أثر في القلب. وقد قال الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن عبادات السر مؤثرة في الصدور والقلوب. هذا ما يتعلق بتسمية هذه الشعيرة العظيمة بالزكاة، وكيف أن لمجرد اسمها أثر عظيم في بدن العبد وماله وولده. وهي واجبة. نعم، كونها واجبة لا شك في ذلك بإجماع أهل العلم، ولأنها أحد أركان الدين الخمس كما تقدم معنا في أول الكتاب من حديث ابن عمر. على كل مسلم حر ملك نصابا. قول المصنف على كل مسلم، قوله مسلم المراد وجوب الأداء، لأن مطلق الوجوب الزكاة واجبة على المسلم والكافر، لأن الكفار مؤاخذون بفروع الشريعة، كما قال الله جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين، فيعذبون على ترك أصول الشريعة وعلى تركهم فروعها. ولكن من شرط وجوب الأداء والصحة أن يكون المرء مسلما، لأن غير المسلم لا نية له صحيحة، وهذه العبادة من العبادات التي تشترط لها النية، فلما كان الكافر لا نية له صحيحة فإنه حينئذ نقول لا تصح منه أداء ولا تجب عليه على سبيل الأداء. وقلنا إنها لا تصح لا تجب عليه، لأنه إذا أسلم لا يلزمه
بذل زكاة ماله عما ملكه قبل الإسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى على كل مسلم، جاء المصنف بصيغة الجمع وهي كل، وهذه تفيد العموم، عموم الأشخاص. فكل مسلم ذكرا كان أو أنثى فإنه تجب عليه الزكاة، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. قالوا لأن الزكاة حق مالي، والحقوق المالية تتعلق بالأموال، وقد يكون لها تعلق بالذمة، فعلى ذلك فإنها تجب في كل مال. وقد جاء عن الصحابة كثير منهم كعلي وابن عمر وغيرهم أنهم قالوا أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، لكي لا تأكلها الصدقة أتجروا فيها. فدلنا ذلك على أن الصحابة ظاهر عندهم ومستفيض ومستقر عندهم أن الزكاة واجبة في مال الصبي الصغير ويلحق به المجنون. حر، قال حر يقابل الحر المجنون، يقابل الحر القن أو المكاتب، فإن هذين لا يملكان المال، لأن من شرط وجوب الزكاة الملك، والقن لا يملك وإنما يملك سيده، ولو قلنا بأنه يملك عند التمليك. ولذلك فإن القن وهو المملوك وكذلك المكاتب لا تجب عليه الزكاة، لأن المكاتب ملكه ناقص والقن لا ملك له ولو قلنا بتمليكه، وإنما يتجه وجوب الزكاة على مالكه. ملك نصابا، قال ملك نصابا، ملك النصاب الذي أراده المصنف يشمل أمرين. الأمر الأول الملك المطلق، والأمر الثاني الملك التام. فحينما قال المصنف رحمه الله تعالى ملك نصابا، مراده ملك نصابا ملكا تاما، لأن الملك أحيانا قد يكون ملكا ناقصا فلا تجب به حينئذ الزكاة. والفرق بين الملك التام والملك الناقص عند فقهائنا أنهم يقولون إن من أمكنه التصرف بالمال ولو بالإبراء فإن ملكه يكون تاما. نعم، قد لا يستطيع كمال التصرف في المال كالمال الضمار مثلا، لكنه يستطيع التصرف فيه بالإبراء، فحينئذ يرون أن نوعا من التصرف يثبت به تمام الملك وكماله. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم، يقول الشيخ ملك نصابا، قبل ذلك ملك نصابا، إذن عرفنا ما يتعلق بالملك. الأمر الثاني ما يتعلق بكونه نصاب، فإنه لا تجب الزكاة في كل مال إلا أن يبلغ نصابا، إلا أمورا سيأتي ذكرها بعد قليل، مثل الركاز، فإن الركاز يزكى قليله وكثيره، أو يخرج خمسه قليله وكثيره، وبعض أهل العلم يتساهل فيسمي إخراج الخمس زكاة. ثم قال الشيخ في الشرط الرابع ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا هو الشرط الرابع، وإن شئت قل الخامس، لأننا جعلنا الثالث وهو ملك النصاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ملك النصاب، والقسم الثاني أن يكون الملك تاما. إذن الشرط الرابع أن يكون قد حال عليه الحول، لما جاء عند من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث يشهد له ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه، وما استقر عليه إجماع أهل العلم من العمل به، فلا بد من حولان الحول. وقول المصنف ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، المراد بالحول السنة، وتقدر السنة بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية، حكى الإجماع على ذلك جماعة كالشافعي والرافعي وغيرهم، فقالوا إن الحول الذي يعتبر في باب الزكاة إنما هو الحول القمري لا الحول الشمسي، والفرق بينهما 11 يوما إلا الخارج من الأرض. نعم، ثم بدأ يستثني المصنف أمورا تجب فيها الزكاة وإن لم يحل عليها الحول. أولها الخارج من الأرض، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فحينما يأتي الحصاد فإنه يجب أداء الزكاة وإن لم يحل عليه الحول.
وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. نعم، المال الذي يستفيده المرء، وانتبه لهذا المصطلح، ويسمونه بالمال المستفاد. المال الذي يستفيده المرء تارة يكون ناتجا عن نماء أو ربح، وتارة لا يكون ناتجا عنهما. فإن كان المال المستفاد أي الذي ملكه ملكا مبتدأ كان ناتجا عن نماء إما منفصل أو متصل، كأن يكون النتاج بهيمة عنده ونحو ذلك، أو ثمرة شجرة، أو كان ربح تجارة، كان يملك ألفا فباع واشترى بهذه الألف فصارت ألفين، فنقول إن المال المستفاد الذي يكون نتاج نماء أو نتاج ربح تجارة فإن حول هذا النماء وهو المال المستفاد حول أصله. ولذلك يقولون إذا نضت العروض دراهم والدراهم ونضت الدراهم عروضا فإن حولها حول أصلها. إذن فالنتاج والربح حوله حول أصله. وقد جاء أن عمر قال: عد عليهم السخال ولا تأخذها. والسخلة عمرها أقل من سنة، فدل على أن النماء والنتاج والربح يعد ويحسب من حول أصله. هذا الأمر، هذا النوع الأول من المال المستفاد. النوع الثاني من المال المستفاد الذي يستفيده المسلم ولم يكن ربح تجارة ولا نماء للنصاب الذي يملكه. مثال ذلك أن يعطى ويوهب له مال، أو أن يرث مالا، أو أن يعمل بيده عملا فيأخذ عليه أجرة ونحو ذلك من أسباب الملك. إذن فأسباب الملك كثيرة جدا، قد يتملك بها المال فيكون قد استفاد هذا المال، لكن ليس نماء للمال الأول وليس ربحا لتجارته. فنقول إن المال المستفاد يكون حوله حول نفسه ولا يكون حوله حول أصله، بمعنى أنك من حين تملك مالا مستفادا ولم يكن ذلك المال المستفاد نماء ولا ربحا فإنك تستقبل به الحول من حين الملك، ولا يكون حوله حول المال الذي تملكه. وهذا واضح، ودليل ذلك أن الأصل في المال الانفصال، فيكون حكم كل مال منفصل عن الآخر. بيد أن هناك مسألة سأذكرها لأنها مهمة، وهو التي يسميها العلماء حول المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول. المال المستفاد إذا استفاده من غير ربح تجارة ولا نماء نصاب وكان يملك من جنسه مالا آخر، شوف، يملك من جنسه مالا آخر، فنحن قلنا إنه يستقبل بالحول من حين الملك، لكنهم قالوا يستحب استحبابا أن يزكيه مع أصل المال الذي عنده. دليلهم على ذلك فعل الصحابة، فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقوم في المسلمين خطيبا ويقول: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاة أموالكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم زكوا أموالكم. فدل ذلك على أن الصحابة كانوا يزكون أموالهم في شهر واحد، وسواء كان هذا المال تم عليه الحول أو كان جنسه قد انعقد عليه الحول. ومما يدل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب الزهري أنه ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجعلون لهم يوما في السنة فيزكون فيه مالهم كله طريفه وتلاده، وهذا محمول عند الجمهور إلا أبا حنيفة وأصحابه على الندب لا على الوجوب. هذه المسألة التي ذكرت لكم إياها بلغة أهل الفقهاء
هي التي يحتاجها أغلبنا، فإن أغلبنا إنما يملك المال بطريقة التجزئة، ففي كل شهر ينزل له راتب أو مكافأة أو حوالة من أهله، فيقول كيف أزكي الراتب وكيف أزكي هذا الأموال الذي أستفيده مرة بعد مرة؟ نقول إن الأصل أن كل مال تكسبه تستقبل به حولا جديدا فتزكيه من السنة القابلة في وقت ملكه، ولكن الأفضل أن تجعل لك يوما في السنة فتزكي فيه كل المال الذي عندك ما دام قد انعقد على جنسه الحول، وهذا الذي فعله الصحابة حتى والتابعون كما جاء عن ميمون بن مهران عند أبي عبيد في كتاب الأموال بإسناد صحيح. فتزكي جميع مالك استحبابا، وقد نقول وجوبا، لأننا في هذا الوقت أصبحت الرواتب تنزل في حساب واحد ثم تسحب 10 ريالات مثلا، هذه 10 لا تدري أهي ممن عقد عليه الحول أم من راتب محرم أم من راتب صفر أم من راتب الربيع وهكذا. ولذا فإننا نقول لما اختلط المال فنأخذ بالأحوط الذي كان يفعله الصحابة، فمن كان عنده مال مستفاد قد انعقد على جنسه الحول التي هي رواتب الموظفين فإنه يجعل يوما ينعقد فيه، ففي أول يوم ينعقد الحول على ماله فإنه يزكي فيه على رأس كل حول كل مال عنده سواء دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول، بل حتى لو ما مضى عليه إلا شهر أو أقل. هكذا كان يفعل الصحابة ونقله التابعون وتابع التابعين عن التابعين كذلك. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وقال إنها 4 أشياء. أولها السائمة من بهيمة الأنعام. قال أولها السائمة من بهيمة الأنعام، معنى السائمة أي التي ترعى المرعى المباح، وعبر الفقهاء بالمباح ليخرجوا المملوك، فمن كانت بهائمه ترعى مرعى مملوكا كأن يكون المرء عنده أرض يزرع فيها برسيما أو شعيرا فترعى فيها البهيمة فإنها لا تكون سائمة، وإنما تكون سائمة إذا رعت من الرعي المباح. ومعنى كونه مباحا كما سيأتينا في باب إحياء الموات أي منفكا عن الملك والاختصاص، هذا معنى كونها سائمة. قال من بهيمة الأنعام، البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وبهيمة الأنعام التي فيها الزكاة 3 أنواع فقط، وهي الإبل والغنم والبقر، وغير هذه 3 فلا زكاة في سائمتها، لا زكاة في السائمة. طيب انظر معي، من ملك واحدا من هذه 3 البقر أو الإبل أو الغنم فإنه كيف يكون زكاتها؟ نقول لها 3 أحوال، إما أن تزكى زكاة السائمة، وإما أن تزكى زكاة عروض التجارة، وإما لا زكاة فيها. متى تزكى زكاة السائمة؟ قالوا إذا ملكها الشخص لواحد من أغراض 3، واحفظوها لأني ربما سألت فيها، إذا ملكها لأجل الدر أو النسل أو التسمين. من ملك السائمة لأجل واحد من هذه الأمور 3 فإنها تزكى زكاة السائمة، أي إذا كانت سائمة، فسيأتي مقدار كيفية زكاتها بعد قليل، الدر والنسل والتسمين. الدر لأجل الحليب، والنسل لأجل الولد لكي تكون أمات فتنتج، والتسمين يسمنها ليأكلها مثلا أو ليجعلها لضيف ونحوه. هذه 3 تزكى زكاة السائمة وسيأتي تفصيلها بعد قليل. النوع الثاني تزكى زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة هو ربع العشر،
مطلقا قليلة كانت أو كثيرة ما دامت قد بلغت قيمة نصاب. ونقول قيمة نصاب لأنها عروض تجارة، بينما نقول في السائمة بلغت نصابا. طيب، متى تكون السائمة عروض تجارة؟ نقول إذا وجد فيها شرطان: نية التجارة وهو البيع، وعمل التجارة. فإذا وجد نية التجارة فيها وعمل التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، وسأتكلم عن هذين الشرطين في محلها إن شاء الله. الأمر الثالث: ألا يكون فيها زكاة، وهي إذا كانت عوامل، مثل أن يكون عنده إبل يسقي منها البئر من البئر، أو عنده بقر يحرث بها الأرض، فهذه عوامل، والعوامل لا زكاة فيها. إذن الأنعام تزكى زكاة زائمة وزكاة عروض، وقد لا يكون فيها زكاة إذا كانت عوامل، ولكل واحدة من الثلاث شروط وأحوال متعلقة بها. نعم. والخارج من الأرض، قال: والخارج من الأرض، مما سيأتي، بشرط أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. والأثمان، والأثمان والمراد بها الذهب والفضة وما قوم بهما. وعروض التجارة، وعروض التجارة، وسيأتينا إن شاء الله أن العروض لا تسمى عروض تجارة إلا إذا استوفى بها المرء أمرين: الأمر الأول أن تكون فيها عمل التجارة، والثاني أن يكون فيها نية التجارة. زكاة السائمة، بدأ المصنف في الأول وهو زكاة السائمة، فقال: فأما السائمة، قال: فأما السائمة، أي لا زكاة في البهيمة إلا أن تكون سائمة ما لم تكن عروض تجارة، بمعنى أن المرء إذا ملك أنعاما لأجل الدر أو النسل أو التسمين فإنه حينئذ لا يزكيها إلا إذا كانت سائمة. ومعنى كونها سائمة أي ترعى المباحة، ترعى المباحة من الأرض أكثر الحول، لأن في كثير من مسائل الفقه ما يعطى الأكثر حكم الكل. دائما الإخوان يعرفون عندنا ثلاث قواعد، تذكرون؟ أو أربع. عندنا الأكثر يأخذ حكم الكل، وعندنا الكثير قد يأخذ حكم الكل، وعندنا قد يأخذ القليل حكم الكل، والأخير نص عليها أحمد، فإنها معدودة جدا في مسائل ربما لا تصل إلى خمس أو تزيد قليلا. المراد بالأكثر عند فقهائنا ما زاد عن النصف، فكل شيء يزيد عن النصف فإنه يسمى أكثر، والكثير ما زاد عن الثلث. نعم. فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. نعم. الأصل في زكاة الإبل والغنم حديث أبي بكر الصديق في البخاري، وهو الأصل في هذا الباب كما ذكر المصنف، أنه كتب لأنس رضي الله عنه فرائض الزكاة التي فرضها الله عز وجل، فقال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب شيئا من قبل نفسه، وإنما بوحي من الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: في كل في 24 من الإبل، فما دون من الغنم في كل 5 شاة. معنى هذا الكلام أن أول نصاب للسائمة من الإبل أن تبلغ 5، فإن كانت دون 5 فلا زكاة فيها، فإن بلغت 5 ففيها شاة، ثم لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ 10، فإن بلغت 10 ففيها شاتان، ثم لا زكاة فيما زاد إلى أن تبلغ 15 ففيها 3 شياه، ومثله إلى 20 ففيها 4 شياه، ثم إلى 24 ففيه 4، فإذا بلغت 25 انتقلت بعد ذلك إلى 5 شياه. هذه الشاه التي تخرج من شرطها أمران: الشرط الأول أن تكون أنثى، فلا يخرج في الشياه الأربع إلا الإناث ولا يخرج الذكور في الجملة،
الأمر الثاني لا بد أن تكون سنها مجزئة، بمعنى أنه إذا أخرج من الضأن فلا بد أن تكون جذعة بنت 6 أشهر، وإن أخرج من المعز فلا بد أن يكون ثنيا ابن سنة. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت الإبل 25 فإنه لا يخرج 5 من الشياه، وإنما يخرج بنت مخاض وهي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، ولا بد أن تكون أنثى، فلا يجزئ فيها إخراج ابن مخاض، بل لا بد أن تكون بنت مخاض. قال فإن لم تكن، أي فإن لم يجد، فلا يجوز الانتقال لما للذكر إلا عند الفقد، فيخرج ابن لبون، فهو أعلى منه، أعلى من بنت المخاض بسنة، لكنه أقل من حيث الجنس، فإن الذكر أقل من الأنثى، ولذا فإنه يخرج ابن لبون عن بنت المخاض بشرط أن يكون قد عجز عن بنت المخوض، وذلك قال فإن لم تكن، لم تكن عنده ولم يستطع شراءها. نعم. فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم. قال فإذا بلغت 36 إلى أن تبلغ 45 فإنه إنما يخرج بنت لبون وهي التي أتمت سنتين، ولا بد أن تكون أنثى. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم. والحقة هي التي بلغت 3 ودخلت في الرابعة، سميت طروقة الفحل أو طروقة الجمل لأن مثلها يطرق. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. نعم. الجذعة ما أتمت 4 سنين وشرعت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. فإن بلغت 200 جاز له أن يخرج حقاقا أو أن يخرج بنات لبون. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. لأنها لم تبلغ النصاب، إذ أقل النصاب 5 من الإبل ففيها شاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يخرجها من باب الصدقة، فلا تكون حينئذ زكاة واجبة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، أي سائمة الغنم، إذا بلغت 40 فقد بلغت النصاب، فيجب فيها إخراج شاة أنثى، إذ لا يخرج الذكر هنا إلا في أحوال نادرة، مثل تيس الذي يكون طروقا ويكون فحلا فإنه يكون أغلى، وفي صور مستثناة أوردها العلماء. يقول طبعا الغنم يشمل الثنتين، يشمل الضأن ويشمل المعز، كلاهما يسمى غنما. قال في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، ولا بد أن تكون هذه الشاة أنثى، وأن تكون جذعة إن كانت من الضأن، أو تكون ثنيا إن كانت من المعز، والجذعة من الضأن ما لها 6 أشهر، وثني المعز ما كان له سنة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، يعني بلغت 21 و100 إلى أن تبلغ 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، يعني من 201 إلى أن تبلغ السائمة التي يملكها المسلم 300 فإنما تجب عليه 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، يعني في 400 شاه وهكذا، و500 وهكذا، يعني بناء على ذلك فإنه من حين 201 إلى 399 فإن فيها 3 شياه. فإذا بلغت 400 انتقل إلى الشاة الرابعة، أو وجبت عليه 4 شياه. نعم. فإذا كان السائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. لأن النصاب في سائمة الغنم 40 شاة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. هذه مسألة
متعلق بها فصل مستقل وهو الخلطة والتفريق. أول جملة في الحديث حديث أبي بكر قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق. هذا الحديث وإن كان من موقوف أبي بكر إلا أن له حكم مرفوع لأنه نسبه في أوله للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يجمع بين متفرق يشمل صورتين، بين متفرق يملكه شخص واحد وبين متفرق يملكه شخصان. لو أن شخصين يملكان مالين متفرقين بمعنى أنهما ليس بمختلطين فنقول كل واحد منهما يزكى ماله على سبيل الانفراد، وإنما يزكى مالهما مالا واحدا إذا اختلطا في المرعى وفي المبيت وفي غير ذلك من الأمور التي تثبت بها الخلطة، وستأتي في الجملة الثانية. النوع الثاني وهو الجمع بين المتفرق، قالوا إن المرأة إذا كان له مالان في موضعين، فإن كان بين الموضعين، نتكلم عن السائمة، المالان إذا كان سائمة لا مطلق المال، نقول إن المالين إذا كان لشخص واحد وكان بينهما مسافة أقل من مسافة القصر فإنهما يعتبران كالمال الواحد. مثال ذلك رجل له في مكة 20 شاة وله في وادي نعمان 20 شاة، المجموع كم؟ 40، وال40 شاة كم فيها؟ شاة واحدة. نقول لما كان بين المالين أقل من مسافة القصر فإنهما يجمعان ويزكان كالمال الواحد. أما إذا كان بين المالين مسافة قصر فأكثر، له 20 شاة في مكة و20 شاة في المدينة، فنقول حينئذ لا يجمع بين متفرق. فضابط المتفرق في مال الشخص الواحد أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، وعدم الجمع بين المتفرق في مال الشخص الواحد إنما هو خاص في زكاة السائمة، أما غيرها وهو زكاة الأموال والعروض فإن الزكاة فيها متعلقة بالذمة كما سيأتينا في قاعدتها إن شاء الله، وحينئذ فإنه يكون نصابها واحدا فتجمع الأموال فيكون النصاب فيها واحدا. ثم قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا كان اثنان قد اختلطا في مال واحد أو خلطا ماليهما من بهيمة الأنعام معا، فكان الراعي لهما واحدا وكان المراح لهما واحدا وكان محل السقي لهما واحدا وكان المرعى الذي يأكلون فيه والمحلب واحدا، فإنه في هذه الحالة يكون المال مختلطا. وإن كان انظر معي وإن كان مالك المالين مختلف، وهذا الذي يسمى بالخلطة، فإن الخلطة في سائمة الأنعام تجعل المالين مالا واحدا. أيضا نستفيد من قوله ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين المجتمع من ملك الشخص الواحد، وهذا استدل به فقهاؤنا على أن التحيل لإسقاط الزكاة لا يؤثر في إسقاطها. من صور التحيل لإسقاط الزكاة مسألة التفريق، رجل عنده 40 شاة في مكة وقبل حولان الحول نقل 20 منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقصده التهرب من الزكاة، نقول إن هذا الذي فعلت حيلة على إسقاط الزكاة فلا يسقطها لأنه قال ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولذا فإن بعضا من فقهائنا استدل بهذا الحديث على إبطال الحيل في السائمة فمن باب أولى في غيرها. وأنتم تعلمون كما جاء عن أبي الدرداء أنه قال لا يكون المرء فقيها حتى يجد للآية أوجها، وكذلك الحديث فإن الحديث يكون له أوجه في تفسيره، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم
مناسب هنا أن أذكر الحديث عن الحيل. الحيل في الزكاة كثيرة جدا، والحيل في الزكاة محرمة شرعا، ولا تسقط الزكاة من الذمة. نقل عن بعض الناس قديما ذكروها في الطبقات أنه كان يتحيل على الزكاة، وكانت طريقته في التحيل على الزكاة أنه قبل حولان الحول ببضعة أيام يأتي بماله كله، ثم يدعو أبناءه ويقول لأبنائه: قد وهبت هذا المال لكم جميعا، فينقل المال كله إلى بيوتهم. فإذا تم الحول، فإذا ليس عنده نصاب فيه زكاة، وأبناؤه ابتدأ حولهم قبله بيومين أو ثلاثة أيام، فلا زكاة عليهم، لأنه لا يبنى حول المرعى على حول غيره. فإذا انقضى حوله بعد يومين أو ثلاثة، جاءه أبناؤه وقالوا: يا أبانا، وجدنا أن الحياة لا تستقيم بدونك، فوهبنا لك المال الذي وهبته لنا، فيرجعونه إليه. وهذه نقلها ابن السبكي في الطبقات عن بعض الفقهاء في زمانه أقوالها، وهذا تحيل لا يجوز. ولذلك فإن فقهاءنا شددوا في باب الحيل، وقالوا إن من تحيل على إسقاط الزكاة بأي صورة، حتى لو كان قد اشترى بالنقد مستغلات لا لقصد الاستغلال وإنما لقصد التحيل عن الزكاة، فإنها لا تسقط. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، هذه ثمرة للسابق. فإن الخليطين إذا كانا مختلطين في سائمة الأنعام ثم أخرجت الزكاة من مجموعهما، فإنه يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنسبته. فعلى سبيل المثال، لو كان خليطان أحدهما يملك 30 شاة والآخر يملك شاة واحدة، فزكاتها كم؟ شاة واحدة. نقول من كان يملك 30 عليه 3/4 شاة، ومن يملك 10 فعليه 1/4 شاة، فيرجع كل واحد منهما على صاحبه بنسبته. وهذا معنى قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي بالنسبة والتناسب بقدر ملكهما. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. نعم، لا يجوز أن يخرج في الصدقة الهرمة وهي الكبيرة، ولا يخرج العوراء، وإنما يخرج من أواسط المال. وفي الرقة في 200 درهم 1/4 العشر. نعم، قال: وفي الرقة في 200 درهم 1/4 عشر. هذا الحديث فيه مسائل في الفقه، أو هذه الجملة فيها مسائل في الفقه، منها أن النصاب في الفضة 200 درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة، والمراد بالرقة الفضة، ففيها في 200 درهم، فما نقص عن 200 درهم فلا زكاة فيه. والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي الذي كان يعدل الدينار الذهب منه 12 درهما، وهو الذي سكه بعد ذلك عبد الملك بن مروان. إذن المراد بالدرهم الدرهم الذي يسمى عند الفقهاء بالدرهم الإسلامي، وهو الذي سك عليه عبد الملك بن مروان الدراهم، ولا بد أن تكون خالصة غير مغشوشة. والدرهم الإسلامي يعادل جرامان ونحو من 97% من الجرام، من جرام، يعني 2.97 تقريبا. وعلى ذلك فإنك إذا ضربت هذه النسبة في 200 ستجد أن النصاب الفضة ستجد أنها تبلغ 595 جراما، أي من الفضة الخالصة. أما لو كانت مغشوشة، أي نسبة الفضة ناقصة، فإنك تزيد بما يعادل ذلك من نسبته. إذن احفظ هذه: كم نصاب الفضة بالجرامات؟ 595 جرام. هذه سأسأل عنها 3 مرات بعد قليل، فلا تنسها، أسألها مرة ثالثة لكي لا تنسى. كم نصاب الفضة؟ أنت بطاقية وثوب أزرق أو كحلي، نعم، كم نصاب الفضة؟ 100 درهم كم تعادل؟ كم تعادل من جرام فضة؟ 100 درهم كم تعادل من جرام فضة؟ لا، الدرهم الواحد يعادل 2.97،
نقص جراما واحدا 500 كم؟ 95 جرام. احفظوها 5 9 5، احفظها في ذهنك، لأن هذه تحتاجها كل سنة كما سأشرح لكم بعد قليل. كل سنة تحتاج هذا الرقم فلا تنسى. كم أنت؟ 500 أو كم؟ 95 جرام ذهب ولا فضة؟ فضة. إذن هذه المسألة الأولى، وهو عرفنا كم نصاب الفضة وأنها 100 درهم وتعادل 595 جراما. المسألة الثانية من هذه الجملة من الحديث أننا نقول إن زكاة الأثمان هي ربع العشر، لقوله وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فدل على أن في كل 10 ربع وفي كل 100 2.5، بمعنى أنك تقسم على 40، فقسمة العدد على 40 هو ربع العشر. المسألة الثالثة في هذه الجملة، استدل علماؤنا وفقهاؤنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر أنه لا زكاة في الحلي، والمراد بالحلي الحلي الملبوس. دليلهم قالوا لأن الرقة لا تسمى رقة إلا إذا كانت مضروبة مسكوكة على هيئة دراهم، كذا فسرها أبو عبيد القاسم السلم وهو من أقران الإمام أحمد. وبناء عليه فإن الحلي ليس رقة، فلا يكون في الحلي زكاة، لكن بشرط. الحلي إنما تسقط زكاته إذا كان ملبوسا أو معدا لللبس أو للكراء أو للعارية، أو معدا للعارية. وأما إذا كان معدا للكراء ففيه الزكاة، أو معدا للعارية بأن يعير المرء أو المرأة هذا الذهب الذي عندها. هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول أن يكون ملبوسا أو معدا لللباس أو معدا للعارية بأن يعار. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الحلي مباحا، فإن كان محرما فإن المحرم لا يبيح ولا يسقط الأحكام. فنرجع للأصل، إذ الأصل في الأثمان الزكاة. فلو أن امرأ كان عنده ذهب، رجل يملك ذهبا ويلبسه أو يعيره إلى غيره مع لبسه، نقول إن لبس الرجل للذهب حرام ففيه الزكاة، وهكذا في كل شيء محرم ففيه الزكاة. الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه هذا الحديث، ولأنه ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تزكي الذهب الملبوس ولا المعدة للعارية. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، بل هي التي روت حديث أتؤدين زكاتهما للمرأة التي كانت تلبس الفتختين. فدل ذلك على أن المشهور عند الصحابة رضوان الله عليهم ألا زكاة في الحلي الملبوس. هنا مسائل تتعلق به، هناك قرائن يقول أهل العلم تدل على أن الذهب ليس بملبوس. من هذه القرائن قالوا لو كان الذهب مكسورا، فالذهب إذا كان مكسور لا يلبس، فحينئذ ولو نوي وأعد لللبس أو العارية فإن فيه الزكاة، لأنه لا يعار وهو مكسور ولا يلبس وهو مكسور. ومثله يقال فيما لو كان الذهب لا يلبس مثله، بعض الذهب لا يلبس إما عادة أو نحو ذلك من الأسباب. في أنواع في قديما كانوا يلبسون أنواعا من الذهب لا نلبسها الآن أو لا يلبسها النساء الآن، فحينئذ نقول وإن أعد لللبس فإنه لا يلبس عادة لكونه قديما، فحينئذ نقول فيه الزكاة لأن القرينة تدل على عدم لبسه. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، قوله فإن لم يكن فيها إلا 90 و100 يدل على أن ما نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. وهنا فيه فائدة، استدل العلماء بهذه الجملة على أن مقدار زكاة أن مقدار نصاب الأثمان على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد،
فإنه لو نقصت الفضة شيئا يسيرا أو زادت شيئا يسيرا فإنه يأخذ حكمه. وأما إن نقصت شيئا كبيرا كدرهم مثلا أو 10 دراهم فإنه حينئذ تسقط الزكاة فيها. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.